10 ايام الاواخر فيها اجر كثير عند الله تعالى وتبارك وخايب خاين 20 اشهر كامل فيه خير كثير ديال سيدنا رمضان. الله يتقبل لنا العمل ديالنا وقبل جميع المسلمين والمسلمات. ممكن درك فيها حتى ديك 10 ايام ديك ليله 27 كتكون مقبوله بحال راه عشتي شحال شي ليله القدر خير من 1000 شهر، ممكن تداركها في ديك 10 الايام الاواخر ديال رمضان، يعني تمسح لك الذنوب، الله سبحانه وتعالى يتوب عليك، كل شيء الله سبحانه وتعالى عنده قادر على اي حاجه. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللي هي كل شيء في رمضان بصراحه. مقسم على ثلاثه اجزاء، 10 ايام الاولى والوسطانيه والاخرى. الرحمة والمغفرة والعتق من النار. يتشجع وهذا ويتسابق مع الوقت باش يقدر يربح الأجر بزاف في هاد العشر أيام هاد الأواخر ممكن بزاف. كاينة ليلة القدر كاينة شحال من حاجة يقد يدارك رمضان. إنسان يعمل المجهود ديالو وهذاك اللي كيكون في واحد الطريق خايبة وكيرجع في هذا الوقت عنده واحد الأجر متضعف أضعاف متضاعفة سبحانه وتعالى. أنا راه أعمال بالخواتيم. الانسان يمكن يتدارك اي حاجه فاته في حياته الطبيعيه ما بالك المجال الديني ما دام ان باب التوبه مفتوح دائما للانسان وقدر يمشي رب العالمين فضله علينا كبير الانسان يقدر يمشي مزيان ويقدر يتوب ويقدر يواصل بالنسبه لرمضان رمضان على الابواب اذا كانت العشر ايام الاولى راه داز العشر ايام الثانيه راه قريبه تدوز اذا العشر ايام الثالثه خص الجد المثابره باش الانسان يمشي مزيان هو مزيان يبدا الانسان في الاول ولكن وقش ما بنادم تقرب الله راه فيها خير ان الله غفور رحيم.